السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا حبكم متابعينا في كل مكان. عم جمعة يا جماعة، سواق الجراد وقعد يرجع ورا، طبعا الحاج محمد كان بيروق وراه. خليك انت طبعا ما كان بينقل الهش ده كده، وقال لي شفت تعبان ضخم جدا في الناحية ديت، هو خايف طبعا يجي هنا. مكان يا جماعه مناسب جدا للتعابين تستقر فيه. هو يا جماعه بالفعل مرحبا. كبرى يا جماعة صعقة من الألوان النادرة جدا في مصر، اسمها كبرى صعقة لأن هي زي النبت بتاع الجيش. كل حوالي يا جماعة 100 كبرى بنلاقي اللون ده، اسمها كبرى صعقة، شكلها جميل جدا. طبعا يا جماعه شرسه جدا، لو تحقق كل 100 كبرى بنلاقي اللون ده نادر جدا. يا جماعه سريعه جدا، انا ما عايزه تلدغ اي حاجه. من اسخن الكبرى يا جماعه اللي مسكتها، من اجمل التعابين يا جماعه اللي اصطدتها السنه دي في حياتي كلها يا جماعه. مسكت اتنين، دي تاني واحده باللون ده. خلاص يا جماعه بدات تتظاهر بالموت، شوفوا عامل ازاي. شوفوا يا جماعه شكلها، اول كوبرا اصطادها السنه دي يا جماعه، تاني كوبرا اصطادها في حياتي باللون ده، اسمها كوبرا صعقة. هتقتل اول هنا كده بالراحة، بالراحة واحدة واحدة.
طولها يا جماعه حوالي متر 65 سنتي او متر 70 سنتي. هاج محمد يا جماعه قلبه جامد، هو راح فين؟ ده مش محمد. انت ادنى شويه على بعضيهم وارجع ورا بعد اذنك. ده يا جماعه نبل كبرى ضخت كميه سم على العصايه. زي ما انا حكيتكم يا جماعه كل جنب بيبقى فيه ناب. طبعا الحمد لله ربنا ستر على الحاج محمد، هو خايف جدا كان مرعوب ان هو يا جماعه وهو بيشيل شويه الهيش ما دس فيها. اصطدنا اثنين كبرى دي منهم. خليك عندي. طبعا دي يا جماعه كبرى صعقه. الكبرى الثانيه لسه مصطادينها حوالي يا جماعه مترين وخمسة سنتي، من اضخم الكبرى يا جماعه اللي اصطادتها السنه دي، من اطولهم. شايفين يا جماعه الكبرى طول ازاي؟ طول ايه؟ وادي يا جماعه الكبرى الثانيه. هات اللي هات الناس اللي عامله ايه؟ الناس اللي عامله شايفين يا جماعه الفرق؟ فرق الطول بين الكبرتين. واللون يا جماعه مختلف. طبعا يا جماعه الحمد لله. تعالى يا محمد. لا لا اجي لك هنا. تعالى. تعالى. بس مش لا مش همسك. تعالى محمد تعالى. لا حول ولا قوة. طبعا يا جماعة الحمد لله ربنا ستر على الحاج محمد. طب انت كده تعالى هنا كده، تعالى هنا كده. بص دي يا جماعة جبناها من عند الحاج محمد، دي لسه جايبينها. طولها مترين وخمسة سنتي، دي طولها حوالي متر 75 سنتي. لونها مختلف، لونها صعقة زي ما قلت لحضراتكم. والحمد لله ربنا ستر على الحاج محمد ما دس فيها، كان دلوقتي يبقى مشكلته كبيره. لو عجبك الفيديو دوس اشتراك وفعل الجرس مع مصطفى هاجر زي ما قلت لحضراتكم، كل يوم جديد.